هاي بيبي كيف تكون بخير وشما كتفرجوا في هذا الفيديو. رجعت لكم اليوم بان اوترول كيعجبني صراحه ديال لول وكنقول لكم في كاع الفيديو كنقول لكم كيعجبني ديال لول. الفيديو ديال اليوم غادي تكون سبونسوريزي بار شيكمي. شيكمي هي واحد لا مارك كبيره ديال الحوايج، عندهم تشويسز لواحد الدرجه ما يمكنش، عندهم جميع انواع الحوايج، عندهم الحوايج بالنسبه للبنات الطوال اللي كيديروا الحجاب والزيف، الحجاب والزيف، عندهم دريسز، عندهم جميع انواع الحوايج قلت لكم، عندهم حتى لي طالون حتى هما عندهم. الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم لي زارتيكل اللي وصلوني من عندهم. كاينين دي زارتيكل اللي عجبوني انا ديجا حليتهم وقيستهم وتصورت بهم على قبل الانستغرام. باي ذا واي نخليكم الانستغرام ديالي هنا، ديروا لي سبسكرايب كنكون فيه اكتيف بزاف. سو غادي نوريكم لي زارتيكل اللي وصلوني، هما دي زارتيكل كنت حابله ديال البرد وصدقت واخد دي زارتيكل ديال الصيف كثر من ديال البرد، ولكن كاينين شي حوايج هنا ديال البرد. ما تنساوش لك انت اول مره غتشوفوني ما تنساوش ديروا سبسكرايب وما تنساوش ديروا جيم كومونتير باش يبقاو يوصلوكم كاع الفيديو. اول حاجه وصلتني وهي واحد الفيست اللي ما يمكنش عرفتو، غنخلي لكم التصويره ديالها كيف ما شفتها في التصويره كيف ما وصلتني. هادشي هي فيست عاديه فيها صديفات من هنا، انا غادي نقيسها لكم دابا وتشوفوها. دابا غبيت نوريكم لي ديتاي، وكتجي من هنا مشبكه ايديها، تخيلوا ان ايديها كيجيو مشبكين. هذه اكثر حاجه عجبتني فيها، شوفوا ايدين ومجموعه من هنا مقبوطه وفيها هاد الشبيكه، فيها هنا بحال الوريضات بحال هكا دي تروك، وهنا مشبكه فيها غادي الخطيطات بحال هكا، يعني كيبانو انتيكم فوالا انا كنبان واش كنبان. المهم شات ترونسبارونت اي كتجي بحال هكا محلوله شويه، هي كتجي شويه معفيه من الصدر اقصره بزاف. انا واحد جويبات ولكن ما محلوليش غا ديكوراسيون، فيها صدفه واحده باش كتسد هنايا، غنخلي لكم الموديل هنا في شي بلاصه كيفاش لابساها. اي كتجي قصيره، انا غادي نقيسها وغادي نرجع لكم. اي فوالا انا لبستها، شوفوا كيفاش دايره النيريه، عرفتي سو كلاسي، عرفتي كنبان بحال شي بزنس وومن شي حاجه بحال هكا، ما يمكنش شحال واعره شحال حمقاتني. كما قلت لكم ايديها كيجيو بحال هكا مشبكين ومقبوطين من هنا، هنا كيجيو فيها وريضات وكتجي حتى لهنا وفيها دوك الخطيطات بحال هكا. وهي كيفاش كتجي، كتجي من هنا واحد شويه مجموعه، انا جامعه اون فيت نقدر ندير لها شي فنيته بحال هكا باش تجمع، كتجي هكا فيها غير صديفه وحده من هنا مسدوده، كتجي محلوله من هنا كيف ما كتشوفوا رجلي، وكتجي قصيره حد هنايا. اي فوالا كيجيو بحال هكا كتافها، فيها هنا دي بونش تقدروا تشعلوهم تقدروا تخليوهم، انا عجبوني بحال هكا كيبانو كلاسيك اكثر. يقدر نلبس معاها لي باموز يكونوا بحال هكا غايي، ما عرفتش واش عرفتوا داك لو ستايل، ونقدر نلبس معاها دي طالون اولا شي صباط ديال طالون، شي بوت بحال هكا يكون طالع ولاصق ديال الجلد غادي يجي حتى هو معاه زوين. بالنسبه للناس اللي غادي يسولوني الى طاي خديتها، هما عندهم ما كاينش عندهم الاكس اس، عندهم غير الاس والام والال، دونك انا خديت هذه في الاس وجاتني هادي. دوزو لتاني حاجة وهي هادي اللي لابسة، وهادي أكثر حاجة تصدمت فيها، أكثر حاجة كنت كنتسناها لحقاش أنا غنحط لكم تصويرتها هنا، هاكا المانكان كانت لابساها وأنا كنت كنتسنى أنها تجيني بحال هكا لحقاش المانكان ضعيفة وأنا حتى أنا ضعيفة، دونك قلت غادي تجيني بحال هكا، وهي راه بحالا، هي راه بحالا في الشكل، ولكن الكاليتي ديالها خايبة بزاف، جي با يمي كاع لا كاليتي ديالها، الكوب ديالها اصلا ترونسبارون بزاف، دونك ما غاديش نوريكم، غنوريكم غير من الفوق. هو جامب سوت لاصق من الفوق حتى لتحت، كتلبسوا السروال وكتخشوا في يديكم بحال هكا. الشيغ ديالها خايبه بزاف، عرفتي توب ترونسبارون واحد الدرجه ما يمكنش. من الفوق ماشي مشكل، حتى الا كانت شي حاجه ترونسبارون من الفوق غير تقدروا تلبسوا تحت من شي ديباردور ولا شي حاجه، مي من التحت راه الشوهه كيبين لكم اي حاجه لابسينها. تخيلوا الكيلوت اللي كتكون لابسين لتحت كتبان لها كلها رجال، وهادي حاجه خايبه بزاف، وهادي حاجه ما عجباتنيش كاع، دونك غادي نوريها لكم غير من الفوق، وغادي نخلي لكم التصويره باش تصورت بها في الانستغرام، غير حط لكم التصويره هنا اللي تصورتها بوغ انستغرام، كيف ما كتشوفوا ما بينش الديتيلز ديالها بزاف على حقاش التوب ديالها خايب، دونك كيبين كلشي. اي فوالا من الفوق كيفاش كتجي، كتجي لاصقه فيها واحد السنيسله هنا كيوت، كتجي هكا داكشي جميل كلشي مزيان. شوفوا راه قلت لكم ترونسبارون واحد الدرجه ما يمكنش، شوفوا التيكيت هنا كتبان ما يمكنش. اي فيها هاد العيبه لابيتو تخشي بايديكم بحال هكا فوالا، ما عجبنيش الثوب ديالها رقيق بزاف كبير من الفوق حيت اوكي، ولكن من التحت راه ترونسبارون بزاف ما نقدرش نلبسو. دونك اللي كنتو باغيين تاخذوا هاد لارتيكل يا من هاد السيت يا من شي سيت واحد اخر تتشوفوا ريفيوز ديال الناس، انا في هاد السيت ما لقيتش ريفيوز ديال الناس كيفاش جاهم، ماشي بحال السيت الاخرين تقدروا تلقاو ريفيوز وتشوفوا لا كاليتي منها. اي هاد لارتيكل ما عجبنيش، غادي نعطيه فلوب فلوب فلوب، ماشي بحال لافيس. ندوزو الايتيمز تال، تالت حاجه وصلتني وهي واحد دريس، دريس كلاسي لواحد الدرجه ما يمكنش، خديتها على قبل لي ستاج. فوالا كيفاش كتجي من الكول بحال هكا، فيها ديك اللعيبه بحال ديال الشوميز، ايديها كانوا يسحب ليا بلي راه طوال، انا ما شفتش مزيان، ما ايديها قصيرين كيجو حد هنا، انا نلبسها ونوريها لكم.
واعره. عرفتي كيفاش كترجع ترجع لكم زعما الطاي ديالكم كترجع لكم الطاي ديالكم واعره لحقاش مقبوطه من الجهه ديال الكرش ومن التحت جايه عريضه واحد شويه يعني كترسم لكم الشيب ديال البولي ديالكم زوينه بزاف. من اللور فيها واحد السنيسله بحال هكا نازله لهنا على قبل باش فاش نديروها يجونا هما هادو طلا شي كنحس براسي دابا بحال دوك البنات الكوريات مع الكوريين هما اللي كيلبسوا بحال هادشي في سكول وفي داكشي. انا كيف ما قلت لكم كتجي بحال هكا غايه فيها هاد اللعيبات هنا كتجي كيوت من نقدر ندير لها شي شال صغير بحال هكا مربوط ويجي يجينا زعما هنا باش يبين شويه داكشي ستيلي. كيف ما قلت لكم كتجي من هنا مقبوطه فيها واحد اللعيبه بحال هكا دايزه مقبوطه اي كتجي قصيره واحد شويه فوالا. نقدر نلبس معاها لي باموز نقدر نلبسها بوحدها ايديها ما كيجوش طوال كاملين كيجو طوال غير الجهه ديال هنا تقدروا ديروا مكانه شي حاجه بحال هكا. ندوزو دابا لرابع حاجه واللي هذه حاجه ديال البرد 100% انا ما عرفتش واش شفتوا هادو خارجين بزاف زعما هاد الوقيته شين فيونز في جميع لي سيت بحال هكا كيبيعوهم. جونغ شفت بزاف ديال البنات لابسينهم وعجبوني قلت ضروري خصني ناخذ فاش شفتهم زعما قلت ضروري خصني ناخذ منهم فوالا. دي كتجي بحال لا شوميز فيست طويله المهم ما عرفتش كيفاش نشرح لكم كيفاش دايره وسخونه عرفتوا سخونه لواحد الدرجه ما يمكنش فريمون سخونه ديال البر. انا راه لبستها غير باش نتصور بها وعرفتي فريمون عرق ديال بصح فوالا كيفاش كتجي فهاد اللعيبه بحال هكا هادي بحال ديال شي شوميز بحال هكا كتجي من هنا طايحه من الكتاف وايديها طوال فيها دي تروك بحال هكا هاد الصديفات كيوت شوها كتجي فريمون طويله فيها الصديفات هنايا اي فيها جويبات كيف ما قلت لكم هذه الان وباقي الله جات قدي شفتوا ايديها باقي الله جا قدي جات من هنا شويه اوفر سايز لحقاش شي هكا كتجي وتقدروا تسدوها تقدروا تخلوها محلوله انا نوريكم من التحت كيفاش كتجي. تو دابا ستايليت معاها غير هاد السروال ديال الجلد وهاد الطوب بحال هكا باش يبان لكم زعما كيفاش كتلبس فوالا. كيف ما قلت لكم كتجي طويله شوها كتجي اوفر سايز تقدروا كيف ما قلت لكم تسدوها حتى لتحت وتلبسوا معاها لي باموز ولا دوك لي بوت اللي كيكونوا طالعين فوق من الركبه هذوك زوينين معاها لحقاش هي قريبه للركبه دونك يجي داكشي زوين وبيان ستيلي فوالا. ها من اللور كيفاش كتجي فيها هاد اللعيبه هكا غادي ندوزو رابع حاجه لا خامس حاجه اون فيت وهي اخر حاجه وهي واحد لا شوميز. هاد الشوميز هي ديال البرد لحقاش هي ديال الجلد ومن الداخل مقطنه دونك فريمون ديال البرد اي فوالا. لا شوميز ما غاديش نبان لكم دابا لحقاش هي في الكحل والجلد مي غادي نخلي لكم التصويره ديال البانكا هنا كيفاش ملبوسه فوالا. كيف ما قلت لكم ايديها كيجو طوال ديال بصح تجي فيها واحد الصديفه ديال الجلد هنا كيوت شوفوا لا ماتيغ ديالها من الداخل فريمون مقطنه تجي من الفوق من العنق بحال هكا فهاد الديتيلز بحال هكا بحال الوريدات مكيمشين هنا كتجي من هنا فهاد الفريفيرات بحال هكا وهادو راه دايرين حتى اللور فوالا. كيفاش كتجي لا شوميز فهاد الفريفيرات من هنا ايديها فوالا طوال هادي خليتها في الاس اي فوالا جايز. لا شوميز كيفاش كتجي من بعيد شفتوا فيها هنا بحال منفوخه هنا واحد شويه خليتها مع نفس السروال ديال الجلد ديال القبيله فوالا. نقدر نخشيها نقدر نخشيها في السروال كنكون خليها بحال هكا مطلوقه نقدر نحلها صديفات ونلبسها بكونفيست من الفوق. ها من اللور كيفاش كتجي كتجي في هذوك الفريفيرات نازلين حتى لتحت. سو بيبز ها كنكونوا سالينا لا فيديو ها كنوريشكم كاع داكشي اللي وصلني من عند لوسيس غنخلي لكم لاليا وحتى لي سايز ماشي لي سايز اون فيت قلتهم لكم هنا غنخلي لكم لاليا وحتى الويب سايت ديال نزعامي نخرج هادشي وكاع داكشي غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون. نتمنى فريمون تعجبكم لا فيديو ولكن شو اول مره غتشوفوني غنعاود نقول لكم ديروا سبسكرايب تلقاو في اون اوتر فيديو.